متنقلا اجتاح إعصار ماثيو الولايات الشرقية في أمريكا، فبعد هايتي وفلوريدا ضرب الإعصار الأقوى منذ أكثر من 10 أعوام ساوث كارولينا، مخلفا العديد من الضحايا والخسائر المادية. وقد ارتفعت حصيلة الضحايا في ولاية هايتي جنوب شرق البلاد إلى أكثر من 900 قتيل، حيث تسبب ماثيو في تشريد عشرات الآلاف قبل أن يتوجه شمالاً حيث يجتاح الساحل، متسبباً بفيضانات وانقطاع واسع للكهرباء. كما أدى الإعصار الكارثة إلى إجلاء آلاف السكان على طول الساحل من ولاية فلوريدا مروراً بجورجيا وساوث كارولينا وصولاً إلى نورث كارولينا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد على ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة العامة، لافتا إلى خطورة الإعصار والمخاطر القائمة من ارتفاع الموج بسبب العاصفة. يذكر أن الإعصار ماثيو كان قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي باجتياح ولاية هايتي برياح وصلت سرعتها إلى 233 كيلومتر في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ليصل نهار الجمعة إلى فلوريدا برياح وصلت سرعتها إلى 195 كيلومتر في الساعة، أدت إلى انقطاع الكهرباء عما يقارب 600,000 منزل. هذا فيما لا يزال خطر الإعصار يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية تباعاً إلى أجل لم يحدده خبراء الرصد الجوي بعد.